بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي، في هذه الأيام وفي الأشهر الثلاثة الماضية، انشغل الناس، وكان أكثر شغل الناس بالكلام، ونسي الناس الله. إنني جئتكم اليوم لأقول لكم: أين الله؟ أين الله في حياة المسلمين اليوم؟ كما ترى وكما هو مشاهد الآن بينكم أنتم يا معشر المصلين لصلاة الجمعة، كلام، الكل يتكلم ويريد أن يتفرد، والله جل جلاله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إخوتي، جئتكم لأذكركم بالله. أين الله على خريطة اهتماماتكم؟ أين طلب مرضات الله في همومكم؟ إنني أريد أن أقول لك أخي أنك في لحظة واحدة، وقد تكون هذه اللحظة الآن، ستموت. فإذا مت فقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فهي إما جنة وإما نار. وفي الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت إذا أخذ الروح في يده فإن الملائكة لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في كفن من الجنة أو من النار. فالروح تدخل الجنة أو تدخل النار في نفس اللحظة التي تقبض فيها. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ولذلك السؤال الآن: أإذا مت الآن، أتكون روحك في جنات النعيم أم تتقلب بين أطباق النيران؟ أين سيذهب بك يا عبد الله؟ هذه القضية هي التي ينبغي أن تشغل بالك في هذه الأيام. مسؤوليتك تجاه نفسك، إن من أصول الإسلام العظيمة أنج بنفسك أولاً. إن كثيرا من الناس ومن الذين تتلاعب بهم الأهواء في هذه الأيام خدعوا أنفسهم ويخادعون الله بأنه يريد إنجاء الأمة، ويريد مساعدة الأمة، ويريد الخروج بالأمة من الكبوة، و مع كل هذه الدعاوى الباطلة والفارغة ينسى نفسه ويودي بنفسه إلى النار بالكذب والنفاق والتنازلات عن أصول المنهج وتحليل الحرام وتحريم الحلال والتوجه، حيث يذهب به إلى مرضات الناس فيغضب الله ويسخطه ويودي بنفسه إلى جهنم عياذا بالله. اللهم نجنا من النار. ولذلك أريدك أخي أن أسألك هذا السؤال الحرج: هل مثلت نفسك يوما إن دخلت النار ماذا ستصنع؟ هل سألت نفسك هذا السؤال: ماذا سأصنع لو دخلت جهنم؟ اللهم أجلنا من النار، اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الجنة بين يديك، والنار كذلك. ولكن النار هي الخطر الداهم الذي ينبغي أن تعمل حسابه. ولذلك في أول أيام الدعوة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مناديا: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية
محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. توجه هذه المسؤولية الفردية لكل إنسان. الرسول ينادي على ابنته حبيبته فلذت كبده: يا فاطمة بنت محمد. لا يكتفي بقوله يا فاطمة، بل أنا أناديك وأنا أعلم أنك ابنتي، أحذرك وأنا أعلم أنك حبيبتي، أنذرك وأنا أعلم أنك أحب الناس إلي. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. لذا أين ذهب من هذا النداء؟ أنقذ نفسك من النار. وكأني بقول ربنا جل جلاله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. إنها مسؤوليتك أن تنجي نفسك من النار. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكم أتى في القرآن من قول الله جل جلاله: واتقوا النار، واتقوا النار. إخوتي، إن من عقيدتك أيها المسلم أن تعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، يعني كما قال بعض السلف: من كانت الجنة تزين من فوقه والنار تسعر من تحته فكيف يضحك، كيف يضحك من يشعر أن النار تسعر تحته وقد أعدت وجهزت، كيف يعيش وكيف يطمئن وكيف يضحك وهو يعلم أنه لا بد أن يعبر على النار. اللهم نجنا من عذاب النار. أخي، هل أعددت لهذا الأمر عدته، أن تنقذ نفسك من النار، أن تنجي نفسك من النار، أن تخرج من النار؟ لذلك كان السؤال: كيف أنقذ نفسي من النار؟ والإجابة: أولا، أن تجعل هذا الأمر همك، أن تحمل هم النار. قال ربنا جل جلاله آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إنه لفوز مبين أن يزحزح الإنسان عن النار. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنك بحاجة أن تجعل ابتداء هذا الأمر همك، هم حقيقي يبدد كل الهموم، أن تفكر دوما: كيف أنجو من النار؟ كيف لو دخلت النار؟ ماذا أفعل إن وقعت في النار؟ ويمثل هذا الأمر همًا كبيرًا بالنسبة لك وشغلًا شاغلًا. قال ويس القرني رحمه الله:
لو فارق ذكر النار قلبي أخشى أن يفسد علي قلبي. كان سفيان الثوري يتقلب على فراشه ثم يقوم، يتقلب على فراشه كالحبة على المقلاة ثم يقوم فيقول: أذهبت النار النوم من عيني. أيها الإخوة، إن جعل هذا الأمر همًا شاغلًا يشغلك في ليلك ونهارك، تتوسده إذا نمت، وتجعله نصب عينك إذا قمت، يجعلك سريع الدعاء دومًا بأن ينجيك الله من النار. اللهم نجنا من النار، أن يجعلك دائمًا متحفزًا خائفاً، ووجود الخوف من النار في القلب من أهم عوامل صلاح القلب. قال يونس بن عبيد من سادة التابعين رحمه الله: والله إني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الذهبي معلقاً في السير: ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. نعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من المكر. اللهم إنا نعوذ بك منك، لا حول ولا قوة إلا بك. أولا أن تجعل هذا الأمر همك، فتجعله في دعائك، في كل سجدة من سجدات صلاتك تستعيذ بالله من النار، تستعيذ وترتعد فرائصك وتقول: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إخوتي، الأمر الثاني أن تستجيب لمحاولات إنقاذك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فأنا آخذ بحجازكم من النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول إنقاذك من جهنم. كم قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله، خليل الله، حبيب الله، لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى، كان من علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي. قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. هذا البلاء وتلك الفتن التي تعيشها الأمة في هذه الأيام، المخرج منها اتباع النبي، أن تستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تسلم للنبي، فلا تتلون عليه، ولا تتقدم بين يديه، لا تبتدع، لا تحسن وتقبح برأيه، بل كما أمر: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو التحذير من النار. إياكم ومحدثات الأمور، إياكم وهذه المحدثات، وعليك بالأمر الأول. فقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. أين يذهب بك يا عبد الله إن كنت من إحدى هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة؟ دعك من ممن يفصلون ويؤصلون في قضية الفرق، إن السؤال الواضح لكي تنجو من النار هو، قال إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل أنت اليوم على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم يومها وأصحابه؟ هذا هو السؤال، هل أنت على ما كان عليه وأصحابه؟ إن كنت فقد نجوت، وإلا فلا. قولا واحدا إخوتي، أتدرون ما النتيجة النهائية لهذا الامتحان؟ 1 في 1000 ينجو 1، و999 إلى جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك يا رب، فيقول الله أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب، فيقول الله من كل 1999 إلى النار و1 إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المطلوب أن تكون أنت هذا الواحد، هذا الواحد، الفرد الواحد الناجي من 1000، ينجو باعتقاده، ينجو بمنهجه، ينجو بعمله، ينجو بسلوكه، ينجو بأخلاقه، ينجو بثباته. 1 في 1000 هذا الذي ينجو. استجب لمحاولات إنقاذك بأن تستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خلفه حذو القذة بالقذة، كما أمر أبو بكر عمر رضي الله عنهما، قال إلزم غرزه، إلزم غرزه تنجو. تلكم الثانية. الأولى أن تجعل النجاة من النار همك، والثانية أن تستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن ينقذك. قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. الثالثة، إياك أن تفتن نفسك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، إن بعض الناس يغلبه الغرور فيفتن نفسه ويضيع نفسه، وذلك بأن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، أن يعرض نفسه لفتنة لا يستطيعها فيفتن ويضيع. ألم تقرأ معي قول ربك جل جلاله في سورة الحديد في سيرة المنافقين الذين كانوا يسيرون في ركاب المؤمنين؟ قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. إن الذي يريد أن ينجو من النار لا بد له أن يحترز وأن يحترس، لا بد له من الحيطة والحذر، فيأخذ دوما في الأمور كلها بالأحوط دائما. إن الذي جعل النجاة من النار همه لا يخاطر بنفسه، إن الذي يريد أن ينجو بنفسه
لا يخاطر أبدا، وإنما دائما يأخذ بمبدأ الحيطة والحذر، ولا يأمن ولا يضمن ولا يغتر، بل يجتهد أن يبتعد عن المواطن التي تكشف عواره وتودي به إلى جهنم عياذا بالله. لذلك هذا الذي يأخذ بهذا المبدأ، مبدأ الحيطة والحذر، أن يحذر أن يقع في النار، يحاسب نفسه على كل كلمة وعلى كل خطوة، ويتوقف عند كل عمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله، رحم الله رجلا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. إن من أشد ما ينبغي أخذ الحيطة فيه، هل العمل لله خالص أم لا؟ قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا خرج يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. اسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي تحفظونه جميعا عن المفلس، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم وضعت عليه ثم كب في النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: يا ابن آدم آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب، ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي. فيسحب على وجهه إلى النار. تأمل هذين المثلين: الأول عالم وله أتباع ويغر هذا الداعية وهذا العالم أنه اهتدى على يديه كثيرون ويظن أنه فاز بحسناتهم، فلما فقد الإخلاص سحب على وجهه إلى جهنم، وما نفعه العلم ولا الأتباع ولا الشهرة. والآخر صاحب مال قال بملء فيه: ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيها لك، فما نفعته نفقته، بنى مساجد وكفل أيتام وطبع مصاحف ووزع كتباً
ورعى أرامل، ومع ذلك يسحب على وجهه إلى جهنم. لذلك أخذ الحيطة والحذر، ألا تغتر بعملك، لا تغتر بصور الأعمال، لا تغتر بشكلية الحالات، وإنما احذر أن يدخل عليك الدخل فيدخلك جهنم مع الداخلين. إخوتي، إن الذي يريد أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، إن الذي يريد أن ينقذ نفسه من النار، فلا بد أن يحتاط دائما في أعماله. قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. فالخير لك أن تحتاط لعملك ألا يراه أحد، الخير لك أن تحتاط لعملك ألا ترضي أحدا، الخير لك ألا تعمل أصلا إلا في مرضات الله، بذلك تنجو من النار. أسأل الله جل جلاله أن يعتق رقابنا من النار، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، بقي أمران لمن أراد أن ينقذ نفسه من النار. أولاً، ألا يأتي الأسباب التي تودي إلى جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله، إن الطريق إلى الجنة معروف، والطريق إلى النار أيضا معروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخوتي، في هذا الحديث ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحلال واضح والحرام واضح، ولعله تأتي الإشارة إلى هذا أيضا في القرآن، في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي. يقول اللغويون أن هذه إشارة للقريب، هذه سبيلي، هذه قريبة وواضحة ومعروفة ومعلومة. ولذلك الحلال بين والحرام بين، والطريق إلى الجنة معروفة، والطريق إلى النار معروفة، فباب المسجد مفتوح لمن أراد أن يأتي الجنة. كان أحد السلف إذا دخل المسجد قال: إلهي وسيدي، إليك جئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح،
أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، والنزل ما يهيأ للضيف. فلذلك يكون الإنسان حين يدخل المسجد ضيفا على الله جل جلاله، فلتتأدب وأنت في بيت الله، ولتقبل على مائدة العلم من الكتاب والسنة، لا ترجو ولا تريد غير ذلك، أن تأخذ منها وتستفيد وأن تعمل بها لتنجو من النار. نعم إخوتي، أن يسلك الإنسان السبيل الموصلة إلى الجنة، وأن يبتعد عن السبيل الموصلة إلى النار. وبما أننا بشر وكل ابن آدم خطاء، فقد فتح الله باب التوبة باباً لا يغلق إلا أن تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر الإنسان. فلذلك هذه الطريق، طريق النار معروفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة حواليها، على حوافها، على حافاتها الشهوات. فلذلك إذا أتيت الشهوات أو الشبهات فاعلم أنك على شفير جهنم. إذا أردت النجاة فأت المكاره، قيام الليل وصيام النهار وكثرة الذكر والبكاء مع الدعاء وإتيان الفرائض كلها والنوافل حتى تنجو من النار. ثم الأخيرة أيها الإخوة، الأخيرة أن تأتي بالأعمال التي تنقذك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويا لها من وصية ستسأل عنها يوم القيامة. مثل نفسك بين يدي الله، يكلمك بلا ترجمان ولا واسطة، ويسألك: عبدي لما عصيتني؟ فبما ستجيبه؟ عبدي لما خالفت رسولي؟ عبدي لما نسيتني؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي ألم تكن تعلم أنك ملاقي؟ فماذا أعددت ليومك هذا؟ بما ستجيب ربك؟ ماذا ستقول له والنار بين يديك تراها رأي العين؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. شهيق وتفور وتميز وتغتاظ. إذا أردت النجاة من هذه النار فشيء يسير، صدقة،
شيء يسير، كلمة طيبة، صدقة شق تمرة، قروش قليلة، أو كلمة طيبة، ونقول لأصحاب الألسنة المنفلتة الخوض الذين يخوضون في أعراض الناس بالكذب والغيبة والنميمة والبهتان والأذى، لو أمسكت لسانك، لو سكت، لو بدلت هذا الكلام بكلمة طيبة لكان نجاة لك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة نازل في جهنم بكلمة، بكلمة. إخوتي، النار حين سألتك السؤال الحرج: هل مثلت نفسك يوما بين أطباق النيران تسمع صراخ أهلها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهم يصرخون ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال: إنكم ماكثون. هؤلاء، هل مثلت نفسك بينهم في جهنم لكي تحاول وتجتهد أن تفر وأن تجاهد لتنجو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، أو يصبغ في النار صبغة، بس غمسة لحظة واحدة ينزل ويطلع، ثم يقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة واحدة أنسته كل نعيم رأى، فما بالك باللابثين فيها أحقابا. إخوتي، إنما أنذركم بالوحي، بالوحي. قال الله: إن جهنم كانت مرصادا، جهنم بالمرصاد على الرصد، كمين في الطريق. حاول، اجتهد أن تنجو بنفسك، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، أو أن تكف عن المعاصي التي تودي إلى النار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم أجرنا 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 من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. رب اشف كل مريض مسلم،
وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم أنزل رجزك وعذابك إله الحق بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار.